سلام البنات، كنظن واقيلا هذا هو الفيديو الاخر اللي غادي ندير لكم في هاد الاجواء. الدنيا خضراء، من بعد غنوريكم كيفاش الدنيا غادي تولي صافي. راه نتوما كتشوفوا الوراق ديال الشجر بدا كيصفر شويه، من بعد غيولي احمر، من بعد غيولي يبان لكم الشجر خاوي. كنعتذر ما بقيت نزلت لكم حتى شي حاجه لظروف خاصه. اليوم انا خرجت الدراري يديروا دوره حدا واحد اللاك، وقلت غادي نشاركوا معاكم. شوفوا الدنيا شحال غزاله، قلت نشارك معاكم هذا الفيديو. الناس كيجيو يدوزوا النهار ديالهم هنايا، كيجيو يديروا الباربيكيو. بغيت نوريكم دوك الحيوانات اللي كيكونوا هنايا الى لقيت لا تصادفت معاهم. استمتعوا ليا بهاد المناظر. دابا راه واخا هكاك، راه واخا كتبان لكم الشمس وداكشي، راه الجو بارد، ضروري لابسين جاكيطات خفاف، يعني بدا الاجواء ديال البرد كيبانو. قلنا نخرجوا ما كنضيعوش الوقت، حنا غير كتبان لينا الشميشه كنبغيو نبروفيتيو. صافي جاي البرد، جاي الثلج، جاي المعاناة. دابا راه الشتا كطيح، كتنقط واحد شويه ديال الشتا، تقدر تبان تقدر ما تبانش. شوفوا الدنيا شحال غزاله، هاد الخضوره وهاد الارض بحال هكا ما غاديش يبقى يبان، غتبقى يبان لكم كلشي ابيض. هنا كيجيو يديروا الكاياك وكيديروا هادوك لي بيدال، كيتكراو هنا، كنظن راه كيبانو. ولهيها المهم حتى نقرب ونقدر ناخذ لكم شي مقتطفات تما. هاد البلاصه يعني مرخصه انك تجي ديري الباربيكيو هنايا، يعني ماشي ممنوع. كنت جيت واحد النهار درت فيها الباربيكيو ولكن ما فهمتش. انا عندي واحد الراجل ما كيبغيش يفهمي داكشي ديال الماكله، حقا جالسه في قهوه ندير لكم هاج كناكل داكشي. انا عندي انتيردي، ممنوع. هاد الجو غزال، شتي هاد البلاصة هنا فين كتكري الكايا. هاد اللاك يعومو فيه، يعومو فيه الناس، هاد البراسة لي كيبانو ليكم كيلسو فيهم الناس. يعني ما غارقش، ما غارقش، والما ديالو نقي. ندخلو نديرو كاياك، هادي بدات مستعدين باش نديرو كاياك. لا عفوا الكاياك لي بيدار هما هادو. هداك لي كيبان ليكم صفر بعيد ليها، هداك هو الكاياك. الى بقى الوقت حتى هو غنركبو فيه، وغادي ندير لكم واحد الفيديو حتى هو منو من الكاياك. البطيطات راهما كيعومو، راهما واحد جوج دايزين في الكاياك. واحد الجو غزال زويون، الشميشه بدات كتغرب. يلا عندنا 4:30، بتجي شي عاصفه ديال الشتا. انا كان باقي نحركو البطيطات، راهما كيعومو. واحد البطيطه راهي راكبه ورايا ديال بنتي، عجب الحال راهي واحد البطيطه. هانتوما استمتعوا معايا هاد المناظر. Yeah.
وهاد الحفره هي ديال لي كاستور هنا فين كيعيشوا. دابا راه خارجين يدبروا على ريوسهم. هذا هاد البارك ديال هنا فين كيجيو الناس. الى بان لكم يقدر يبان لكم واحد الكاستور من ضمن الحيوانات اللي كيتواجدوا هنايا. اجي رميس هانتو مقداش. ها هو غادي الشكل ديالو بحال قنيه. انا قربت ليه باش تشوفوا. شفتوه؟